مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نناقش تفاصيل إجراء تفويج الحجاج من اليمن إلى المملكة العربية السعودية، وما يقوم ما تقوم به وزارة الأوقاف والإرشاد من جهود جبارة لمساعدة الحجيج في تفويج الحجاج، حيث عقد اليوم وزير الأوقاف والإرشاد رئيس اللجنة العليا لإدارة مواسم الحج الدكتور أحمد عطية اجتماعا مع لجنة التوعية والإفتاء لمناقشة المهام المناطة بها في مقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة. وتطرق الوزير عطية إلى كيفية تنفيذ المهام المناطة بلجنة التوعية والإفتاء في توعية الحجاج اليمنيين بأمور مناسكهم خلال مشاعر الحج. وشدد الوزير عطية على اللجنة التوعوية والإفتاء مرافقة الحجاج اليمنيين عن كثب، وخصوصا في مخيمات منى وعرفات، والعمل على توجيههم بالإرشادات التوعوية الصادرة من وزارتي الأوقاف والإرشاد والحج والعمرة. وأكد وزير الأوقاف على لجنة التوعية والإفتاء إلى رفع بتقارير يومية عن سير العمل ومدى الإنجاز للإطلاع على الأنشطة التوعوية التي تقدمها اللجنة لجنة الحجاج اليمنيين أولا بأول. وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تجاوز السلبيات التي حدثت خلال موسم الحج السابق، وأن يطلع الجميع بمسؤوليتهم الدينية والوطنية. وكذلك حضر الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف لقطاع التوجيه والإرشاد محمد شبيبة، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي، وكذلك مدير عام الحج والعمرة عارف البركاني. إلى ذلك قام وزير الأوقاف والإرشاد رئيس اللجنة العليا لإدارة موسم الحج الدكتور أحمد عطية بزيارة ميدانية تفقدية لمساكن الحج اليمنيين في مكة المكرمة. واستمع الوزير عطية من الحجاج اليمنيين إلى معاناة السفر والصعوبات التي واجهتهم منذ مغادرتهم الديار اليمنية وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، مؤكدا العمل على تذليل الصعوبات أمامهم حتى يتسنى لهم أداء مناسكهم بشكل ميسر. عبر وزير الأوقاف والإرشاد عن سعادته بوصول حوالي 23,000 حاج يمني من إجمالي 24,000 حاج إلى الأراضي المقدسة حتى يومنا هذا الاثنين منذ بداية تفويجهم. من جهتهم عبر الحجاج اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الأوقاف والإرشاد للجهود التي بذلت في تجويد الخدمة المقدمة لها، سواء في أماكن سكنهم أو وسائل تنقلاتهم وغيرها، مقارنة بمواسم الحج السابقة. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش تفاصيل هذا الخبر مع معالي الوزير الدكتور أحمد عطية. أسعد الله مساك مع الوزير. مساكم الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. حدثنا عن سير عملية تفويج الحجاج من الديار إلى الأراضي المقدسة. أولا بفضل الله تعالى هذا العام مختلف ومتميز، وترتيبات وإجراءات منظمة من أول يوم إلى هذه اللحظة، والذي كنا نعاني منه بالأعوام الماضية مسألة المنفذ، نزلت بنفسي وتم معالجة هذه المشكلة مع إخواننا الأشقاء السعوديين مشكورين على ما قاموا به، وتم ترتيب برنامج مزمن لإدخال الحجاج ونقلهم إلى مكة. ونحن الآن نعلن أنه تم اكتمال وتفويج عدد حجاج اليمن المقرر للجمهورية اليمنية مع غيب شمس هذا اليوم ودخولهم إلى الأراضي السعودية كافة. 24,255 حاج تم دخولهم جميعا إلى أراضي المملكة، جزء الكبير منهم قد وصل إلى مكة، والجزء الآخر ما زال في الطريق لكنه في داخل السعودية أيضا، وتم ترتيب لهم المساكن على المواصفات. وقمنا هذه الليلة بزيارة لمخيمات الحجاج في منى للاطلاع على كل الترتيبات الجارية. هذا الموسم إن شاء الله تعالى نحن نطمح في بعثة الحج اليمني أن نحتل المرتبة الأولى على كل البعثات الإسلامية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن معالي الوزير، بالنسبة لاكتمال عدد الحجاج إلى الأراضي المقدسة، ما الذي يميز هذا التفويج في هذه السنة، وخصوصا وصولهم بشكل مبكر عن باقي الحجاج؟ ما الذي يميز وصول هؤلاء الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة عن باقي المواسم؟
أولا نحن في وزارة الأوقاف الإرشاد بدأنا بالترتيب للموسم مبكرا من شهر 4 من ربيع الثاني من هذا العام 1438 هجرة، ونحن نجهز لموسم الحج حتى لا نأتي ونضغط على أنفسنا أو على حجاج اليمن ونرهقهم. المسألة الثانية أن التنسيق بيننا وبين الجانب السعودي كان على أعلى مستوى، سواء كان ما يتعلق بوزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة المعنية بالفريضة، أيضا سفارة خادم الحرمين لدى اليمن، كل هذه الجهات الأربع وإضافة للجوازات تم التنسيق بيننا وبينهم مبكرا وتدليل كل الصعاب، سواء ما يتعلق بموضوع التأشيرة الإلكترونية التي تعطى في المنفذ، ولم ندخل الجوازات إلى جدة لتكون التأشيرة لاصقا في الجواز، أو ما يتعلق بموضوع إدخال المنظمين لوكالات الحج والعمرة مبكرين، أو ما يتعلق بموضوع المساكن التي ما جاء شهر شوال لا قد انتهينا منها، نعم. أو ما يتعلق بموضوع تسجيل الحجاج الذي انتهينا منه في 12 رمضان، وهذا يعتبر وقت إنجاز قياسي كبير جدا في استثنائي وفي وضع بلد يمر بحرب. نعم معالي التنسيق المبكر هو الذي أدى إلى التفوق السريع. نعم معالي الوزير، أيضا لو نتحدث عن الصعوبات التي تغلبتم عليها من خلال تفويج الحجاج، وخصوصا بأن هناك شكاوي قدمت من بعض الحجاج بأن الميليشيات الانقلابية قامت بعرقلتهم واحتجاز بعض جوازاتهم لعرقلة مسألة التفويج الحجاج، خصوصا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف السعودية وكذلك اليمنية. ماذا عن هذه التحديات؟ نحن دعونا من أول يوم بأنه يجب على الانقلابيين وغيرهم من حلفائهم أن يتجنبوا شعيرة الحج، وأن نجعل شعيرة الحج عبادة يعني لا نقحم فيها القضاء الصراعات السياسية والمذهبية والمناطقية، ورفعنا شعار من أول يوم بأن الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس، وترجينا كل الجهات التي تحت سيطرة الانقلابيين انه الحج مفتوح لكل ابناء اليمن. جاء هذا العام من مناطق الشمال قرابة 13,000 حاج، ومن مناطق الجنوب ما يقارب 11,000 حاج. لا نفرق في مسألة الحج بين من يحج من تحت من المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين او من يحج من تحت سيطرة الشرعية، فهذه عبادة ننأى بها، وهذه سياسة المملكة العربية السعودية التي عهدناها على الدوام، أنها لم تعلن يوما ما على الإطلاق بأن هناك تسييس في الحج. نعم. الإيرانيين سيحجون، اليمنيين ثالث موسم يحجون، نحن في مرحلة حرب، وهذه تعتبر شهادة لله ثم للتاريخ، يشهد لتاريخ المملكة الناصع في هذا المجال. نعم، وما الذي أيضا تبذله وزارة الأوقاف والإرشاد بالنسبة للتوعية والإفتاء في مرافق ومناسك الحج خلال هذا العام؟ ما الذي سوف تقدمه وزارة الأوقاف؟ سيرافق الحجاج 11 لجنة، من ضمن هذه اللجان لجنة التوعية والعلماء والإرشاد. هذه اللجنة التي ستتولى توعية الحجاج بالأخوة الإسلامية، بنزع الأحقاد والبغضاء والشحناء من قلوبهم، تعريفهم بمناسك الحج، تعريفهم بهذه الشعيرة العظيمة وما لها من مقاصد وأهداف. ونتمنى على الحجاج، وقد أرسلنا لهم عدة رسائل عبر فيديوهات ورسائل صوتية ومشاهدة، بأنه يجب أن ينشغل الحاج بطاعة الله وبالتلبية والذكر، وأن نترك خلافاتنا البينية وصراعاتنا خلف الحدود، حدود الحرمين الشريفين نتركها هناك، فلنتفرغ لهذه العبادة التي من عاد منها مخلصا صادقا رجع كيوم ولدته أمه. نعم ختاما معالي الوزير، لو تحدثنا عن مسألة الترتيبات والتنسيق ما بين وزارة الأوقاف السعودية وكذلك وزارة الأوقاف التي تترأسها معالي الوزير، عن الصعوبات أو التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للحجاج اليمني. المملكة العربية السعودية أولا قدمت لنا الحصة 24,000 زيادة على العام الماضي 5,000 حاج. التأشيرات الإلكترونية هذه أعطيت لليمنيين فقط. دخول المنظمين الأصل أن يدخلوا جوا كما هو موجود في السيستم في النظام السعودي، وأملونا بأن يدخلوا برا. التعاون في مسألة المنفذ البري وهو الوحيد الذي يربط بين اليمن المملكة، وأوجدوا لنا ما يقارب من 130 موظف من الجوازات والجمارك
إضافة إلى الوجبات الغذائية، إضافة إلى الكونترات المستفيضة من الجوازات، إضافة إلى العيادات المتنقلة. كل هذه الإجراءات نحن نشعر كيمنيين أنها أعطيت اليمنيين خاصة ولم تعطى لبقية البعثات، ونطلب منهم طلبا إلا ويلبونه. أكلمك الآن وأنا موجود في اجتماع في مؤسسة طوافة الحجاج الدول العربية لترتيب ما يتعلق بمخيمات ميناء وعرفات، وقالوا لنا بالحرف الواحد أنتم لدينا توجيهات عليا بأن نتعامل مع حجاج اليمن معاملة خاصة. إذن أشكرك جزيل الشكر معالي الوزير الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد، حدثتنا عبر الهاتف، شكرا لك معالي الوزير.